حضرتك تكلمينا كمان يا استاذه منار عن يعني الاخوين مهيب لما شاركوا في اعمال الخدع والرسوم زي ما احمد قال فيما يخص فيلم النمر الاسود. النمر الاسود كان سنه 84، وكانوا هم دخلوا تقنيه الاريال ايمج اللي هي الكاميرا اللي بتدار بالكمبيوتر وقتها، دي كاميرا رسوم. فعملوا المقدمه بتاعه النمر الاسود، فيلم النمر الاسود اللي هي الفيلم الاسم بتاع اسامي الممثلين بتيجي بشكل كده كانها مجسمه، ده تكنيك كان وقتها. أول كان وقتها حاجة حديثة جدا. الخدع بتاعة الفيلم كان المخرج عاطف سالم أسندها لحسام مهيب، هو كان كثير التردد على استوديو مهيب، كانوا أصدقاء يعني. فجاب له بوبينات فيلم روكي، كانت أحدث حاجة وقتها، وقال له أنا عايز الفيلم، عايز أحمد زكي يبقى هو زي روكي يعني بنفس التقنيات دي. واستلم النتيجه الاخيره على الموفي يعني احنا بس شايفين دلوقتي الافيش بتاع الفيلم. ايوه التصميم ده بقى كان الاستاذ حسام، الخدع جوه الحلبه بتاعت المصارعه. اوكي. والجمهور وكل ده يعني هو قال له انا عايز الخدع، انا عايزه زي روكي. وطلع الفيلم بشكلين، هو عامل خدع الفيلم حسام مهيب. اوكي. اعتقد التيتر هو مكتوب عليه فعلا، هو تصميم المقدمه استوديو مهيب وعامل الخدع بتاعتها. كان اللي حكى الحكايه دي المساعد بتاعه اللي هو الاستاذ عبد القادر الكراني، هو اللي حكى القصه دي. يعني قد ايه كانوا الاخوين مهيب متطورين، بيتابعوا دايما احدث التكنولوجي واب تو ديت. التقنيه بتاعت الاريال ايمج دي كانت تطور للكاميرا الاولانيه اللي هي الاوكسبري انيميشن كاميرا، ودي كانت اول كاميرا من نوعها في مصر والشرق الاوسط، هم دخلوها فمصر، دخلت في مصر هم اشتغلوا عليها يعني. اعتقد حتى اللوجو بتاعهم اتطور، لان انا شفته في الاعلام بتاع وقت كان حاجه تانية، ده اللوجو اعتقد بتاع الشركة. اخد كذا شكل صح كده؟ اخد كذا شكل. الشكل اللي موجود ده له تفسير فني. انا مش ايه بقى يا فندم، انا عايز اعرف الكواليس. دي باليتة الوان. اوكي. فيها ثقوب فيلم سينمائي. باليتة الالوان بتشير للرسم. ثقوب الفيلم السينمائي بتشير لحركه الفيلم، بقت رسوم متحركه. الريشتين دول بيرمزوا لحسام وعلي، وهم متساويين في الطول وفي كل حاجه وفي الشكل وفي كل حاجه، دليل الشراكه المتساويه بينهم.